أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار والمستهل بالعناوين. والي ولاية عين صالح يشرف على افتتاح القاعة الجديدة متعددة الرياضات. انطلاق المشاريع التنموية بولاية البيض للتحسين الحضري عبر عديد من أحياء المدينة. انطلاق حملة تنظيف الوديان بولاية قالمة. وبولاية عامة توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات. الدرك الوطني بولاد سلام دائرة العيون يفكك شبكة إجرامية تمتهن الصناعة والمتاجرة بالأسلحة. افتتاح الطبعة 11 للمهرجان المحلي للأغنية الشاوية. نشاطات المخيم الكشفي الصيفي بعين إبراهيم بولاية مستغانم. حرفة الخياطة بولاية بسكرة من الحرف التي يتداولها الصغير والكبير. وبولاية المدية استمرار فعاليات ليالي الأنس للمونولوج. أشرف والي ولاية عين صالح رفقة السلطات المدنية والأمنية على تدشين قاعة جديدة متعددة الرياضات تتسع ل 500 مقعد. هذا المكسب من شأنه إتاحة الفرصة من أجل ممارسة الرياضة، كما أنه بإمكانها احتضان العديد من البطولات في مختلف الرياضات. التغطية للزميل عبد الرزاق سلامة. على أنغام الأناشيد الوطنية والثورية وفي يوم المجاهد، شهد قطاع الشباب والرياضة بولاية عين صالح مولودا جديدا يتمثل في تدشين القاعة المتعددة الرياضات والتي وضعت حيز الخدمة وبشكل رسمي، وذلك بحضور السلطات الأمنية والمدنية وجمعيات المجتمع المدني. تشرفنا اليوم بتدشين القاعة المتعددة الرياضات 500 مقعد بولاية عين صالح من طرف السيد والي ولاية عين صالح والمسؤولين على مستوى الولاية، في عدة تخصصات من بينها كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، وتنس الطاولة، وكرة القدم داخل القاعة. شهد الافتتاح تقديم العديد من العروض الرياضية لمختلف الأندية باختلاف أنشطتها. هذا واستحسن الحضور مثل هكذا فضاءات والتي تسمح لهم بممارسة هوايتهم في مجال الرياضة. على كل منظمين اللي نظموا لنا القاعة دي باش نمارسوا هوايتنا، ولهم الشكر والتقدير لكل شيء اللي عملوه لنا. أشكر من فتح هذه القاعة لنمارس هوايتنا كرة القدم. تعد منفس كبير للأندية الرياضية، خاصة نادي الكونفو الشاولين الذي ينشط على مستوى جواليل السهلة الفوقانية. كبير إن شاء الله، شوف أنا ننطلق به في التدريب إن شاء الله ابتداء من سبتمبر، ونحضر لعدة بطولات ولائية وكذلك دولية. تفتح القاعة هذه الجديدة لتعد مكسب إن شاء الله للرياضات بالنسبة للولاية الفتية ولاية عين صالح، ونحن كرابطة الكاراتيدو نراها متنفس إضافي يمكن من خلاله إن شاء الله أن نبعث النشاطات نتاع الرابطة من خلال النوادي المنخرطة في الرابطة. القاعة من شأنها احتضان العديد من البطولات في مختلف الرياضات نظرا للإمكانيات التي تظهر بها، خاصة وأنها تسع ل 500 متفرج. إلى ولاية البيض، أين تنطلق المشاريع التنموية للتحسين الحضري؟ 30 مليار سنتيم هي القيمة التي خصصها والي ولاية البيض فريد محمدي لعملية التحسين الحضري وتهيئة الطرقات الحضرية. هذه المشاريع انطلقت على مستوى أحياء المدينة، خاصة تلك التي تم ربطها بشبكتي الماء والصرف الصحي. أكثر التفاصيل في ميكروفون الزميل جلال بن عمير. انطلقت عملية التحسين الحضري ببلدية البيض تحت إشراف السيد والي الولاية، حيث تم تخصيص أزيد من 30 مليار سنتيم لهذه العملية. بالنسبة لتهيئة الطرقات حضرنا الأموال، عندنا 30 مليار سنتيم راهي مخصصة لإعادة تأهيل شبكة الطرقات على مستوى نقاط التدخل اللي راح تتدخل فيها المصالح الجماعات المحليه البلديه والتعمير والبناء والهيدروليك، راح يدخلوا في عده مناطق لاعاده الاعتبار شبكه الصرف الصحي، شبكه المياه، ومباشره ننطلق في اعاده تهيئه الطرقات حتى المدينه تكون بنيه تحتيه سليمه، شبكه الطرقات تكون سليمه كذلك، اللي حتى نمكن المواطنين من التنقلات بصفه عاديه وبصفه مريحه.
عملية إعادة تجديد الطرق الحضرية والتي تشمل عديد أحياء المدينة، وذلك بعد الانتهاء من عملية تجديد شبكة الصرف الصحي والربط بشبكة المياه الصالحة للشرب. هذه العمليات والتي من شأنها تحسين منظر المدينة خاصة بعد إعادة تجديد وإصلاح الإنارة العمومية وعمليات النظافة التي تشهدها عاصمة الولاية. فيما يخص تحسين الحضاري على مستوى بلدية البيض، سجلت ولاية البيض عمليات عديدة على مستوى مديرية التعمير اللي انطلقت هذه الأيامات، وكاين عمليات على مستوى بلدية البيض اللي راح تنطلق خلال هذه الأيام. اليوم دفتر الشروط على مستوى اللجنة الولائية لرفع التحفظات، هذه العملية مست 7 أحياء على مستوى بلدية البيض، اللي هي التحسين الحضاري من محور دوران طريق الحوض إلى مركز بريد حسناوي، تحسين حضاري الصديقية نحو الفران، تحسين حضاري على مستوى حي الحماسة، التحسين الحضاري من حي لانان إلى المدينة الجديدة، والتحسين الحضاري من إقامة الولاية مروراً بحي السعادة إلى حي المجاهدين، والتحسين الحضاري من حي النجوم إلى محور دوران بن عجيلة. هذه العملية مسجلة على مستوى بلدية البيض اللي راح هي اللي تراقبها وهي اللي تسوي بها وهي اللي تنطلق المشروع إن شاء الله، بالإضافة إلى العمليات المسجلة على مستوى مديرية التعمير والمديريات الأخرى. وفيما يخص الصرف الصحي، كان عملية على مستوى بلدية البيض اللي هي في جنوب مستشفى كامل، وبتليها بعدها عملية لتجديد طرقات إن شاء الله. الحمد لله يجابوا لنا الطريق ويخدموها لنا مليح، ويخدموا الأول وعلى واد في طريق بخيرة، عجلوا لنا بالخدمة ويريدوا. اللي جانا الطريق كما هكذا سيدي هاي وين بصحيح عجلوا يخدموها، واللي يطلبوا منها يديرون لها رأيك سامو دودام. دودام هو دودام هناك راس حمل واحد ماتت وقت فيت. هي إذن مشاريع ستسمح بالتحسين الحضري وتكون في خدمة المواطن وتوفير الراحة له. أشرف الأمين العام لولاية قلمة مصطفى دحو على إعطاء إشارة الانطلاق لحملة تنظيف الوديان كإجراء استباقي للوقاية من الفيضانات. التغطية للزميل رامي الأحمر. تحسباً للموسم الشتوي المقبل، أشرفت السلطات المحلية لولاية قلمة على إعطاء إشارة الانطلاق لعملية تنقية وجهر الوديان والشعاب كإجراء استباقي للوقاية من الفيضانات، وخاصة أن ولاية قلمة شهدت الموسم الماضي فيضانات أدت إلى خسائر مادية وبشرية. انطلقت الحملة من واد حلية وواد بومية من دائرة الخزارة، عتاد فاقت 30 شاحنة وآلة، وبما يزيد عن 150 عامل، بإشراف من السلطات المحلية والهيئة التنفيذية. وفي ذات السياق انطلقت الحملة التحسيسية للوقاية من الفيضانات. تنفيذا للاستراتيجية المسطرة من سلطات هيئة الدولة، وعلى الخصوص تبعاً لتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية وجماعة المحلية والتهيئة العمرانية من جهة، ومن جهة أخرى تنفيذا إلى تعليمات السيدة ولي الولاية، اليوم نشرف على عملية استباقية الهدف منها هو تنقية الوديان وجهر الوديان. الذي هذا الإجراء الذي يهدف إلى أولا الوقاية من الفيضانات، كما يخفى لا يخفى الجميع أن ولاية قلمة في شهر الماضي شهدت فيضانات هارمة خاصة في هذه الدائرة، دائرة الخزارة ودائرة حمام نباي، وتسبب في إضرار للممتلكات والأشخاص. اليوم رانا انطلقنا في عملية استباقية تستمر إلى أن يتم تنقية جميع الوديان على مستوى الولاية. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة لا سيما تلك المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية نعامة بالتنسيق مع نيابة الاختصاص من توقيف شخصين متورطين في ترويج المخدرات. العملية مكنت من حجز كمية من الكيف المعالج بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس، وبعد الإجراءات القانونية أنجز ملف قضائي في جناية تخزين ونقل وبيع بطرق غير مشروعة عن طريق تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود وتهدد بالأمن العمومي والصحة العمومية. التغطية للزميل ساسي بخدة.
الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاد سلام دائرة راس العيون بتفكيك شبكة إجرامية تمتهن الصناعة والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس والسادس دون ترخيص، حيث انتهت العملية بتوقيف 4 أشخاص وعدة محجوزات، أين سيتم عرض المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة؟ تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاد سلام مجموعة باتنا من تفكيك شبكة إجرامية تمتهن الصناعة والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس والسابع دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا. تورط فيها 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 38 و 49 سنة، كانوا يستغلون منزل أحد المشتبه فيهم. العملية مكنت من حجز مبلغ مالي قدره 127,800,000 سنتيم، 2 سلاح تقليدي صنع، 890 خرطوشة عيار 12 ملم مملوءة، 340 خرطوشة عيار 16 ملم مملوءة، 140 خرطوشة فارغة، 8 كيلوغرام من البارود مهيئ للتعمير، 650 كبسولة خاصة بالخراطيش، 148 كيلوغرام من نترات البوتاسيوم، قارورة غاز مسيلة للدموع، 124 كيلوغرام من الكبريت، 26 كيلوغرام من الفحم المطحون. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاد سلام فتحت تحقيق معمق في القضية، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة. المساعد نور حمزة قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاد سلام. افتتحت ولاية خنشلة طبعة 11 للمهرجان المحلي للأغنية الشاوية. هذا الحدث السنوي البارز يعتبر من أبرز المناسبات الثقافية والفنية في المنطقة، حيث يجمع بين الفنانين والفرق الفولكلورية لإبراز تراث وثقافة الشاوية الفنية. تحت شعار الأغنية الشاوية رسالة الأجداد، انطلقت فعاليات المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية في طبعته 11 بولاية خنشلة، وسط مشاركة العديد من الفنانين من داخل وخارج الولاية. لها مجموعة متنوعة من الأغاني التي تعبر عن تراث المنطقة وتجسد ثقافتها، كما سيعرف المهرجان مشاركة فرق فولكلورية محلية معروفة والتي ستقدم عروضا تعكس تراث الولاية وتقاليدها. هذه الساعة هذه رقم سير من حسن إلى أحسن، يبقى تحكيم انا باش نحكم على شيء ما شفتوش، ما نقدرش نكذب على جمهوري ولا نكذب عليكم ولا نكذب على الناس، حتى يسرى الافتتاح والسهره الاولى من ثم وان قادر نقيم انا واش كاين في المهرجان. لحد الساعه المهرجان راهو يمشي على ما يرام الحمد لله رب العالمين، انما هي الحقيقه انا قلت باللي هذه فرحه باش نتلاقاو مع فنانين اخرين ومع فرق ومع مثقفين. ويعتبر مهرجان الأغنية الشاوية مناسبة مميزة لجمع الفنانين والمواهب الشابة والمهتمين بالثقافة والفن، حيث يمكنهم تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التواصل بين الجميع. الشعبية الأوراسية ومنشطة لمختلف التظاهرات الثقافية بولاية خنشلة، كانت لهذه أول تجربة وأول مشاركة بالمهرجان الثقافي المحلي للأغنية الشاوية. سأدخل الركح هذه المرة كممثلة وليس كذلك ولي ولاية خنشلة ومدير ثقافة ومديرة دار ثقافة والإخوة للتصوبية، وعطوني هذا الرونديفو هذا باش نحضر معاهم ونقول لهم شكرا جزيلا، ان شاء الله نكونوا دائما في المستوى
ونشكركم كقناة أنوان، نشكرها على هذه التغطية. نذهب إلى أجواء المخيمات الكشفية وبولاية مستغانم، حيث رافقت قناة الجزائر أنوان أشبال الكشافة بالمخيم الكشفي الصيفي بعين إبراهيم بولاية مستغانم ونقلت أهم نشاطاتهم. المزيد من التفاصيل مع الزميل تواتي عباسة. ومنها الذهاب إلى البحر. هي أجواء تقدر تكون تنافسية، تقدر تكون تعاون، تضامن، هذا هو شيء يعني يزيد المخيم بهاء. ونخرج من حياة البيت إلى حياة الخلاء مع الكشافين. المخيمات الكشفية تختلف عن باقي المخيمات الأخرى، فهي مخيمات تربوية تعاونية، وهي مسطرة من القائد الفوج وقائد المخيم. انتم وانا في المخيم. تكون الحياة حلوة مع الحياة الخلاء والكشفية مع الخيم ومع البحر. لكثير من النشاطات، ومنها الذهاب إلى البحر، الذهاب ولعب كرة القدم، وكثير من الألعاب الكشفية مثل ألعاب لعبة البحرية. جاءتني الفرصة مرة أخرى كي أذهب إلى مخيم، سأذهب بإذن الله. سمع الله لمن حمده. سعد أنا والكشف. يأتي هذا المخيم يعني كتتويج للسنة الكشفية خلال سنة كاملة من العمل والجد داخل الولاية، فنأتي لهذا المخيم من أجل أولا التكوين والترفيه وتعليم الفتية مجموعة من المهارات ومن القيم أيضا التي يستغلها الفتاة في حياته اليومية والخاصة، وداخل أيضا داخل الكشافة الإسلامية الجزائرية. من أهم الولايات التي زارت وخيمت في هذا المخيم الجنوب أدرار وبشار وأيضا غردايا والنعامة، وأيضا الولايات الداخلية هنا غيلزان وأيضا البيض، وحتى ولاية البويرة. إن شاء الله كما يقول لك مستقبلا ستكون فيها إضافة بإذن الله. إن شاء الله ستسعى المحافظة الولائية بقيادتها وبأعضاء المحافظة الولائية ببذل قصارى جهدهم ليكون هذا المخيم قبلة ووجهة حقيقية وصورة حقيقية للمحافظة الولائية للكشافة الإسلامية. حرفة الخياطة من المهن القديمة في المجتمع، على الرغم من بساطتها إلا أنها ليست مهنة سهلة، فبولاية بسكرة هذه الحرفة لا تزال يتداولها الصغير والكبير. نتابع تغطية الزميل عبد الحميد معروف. هو نقول في الحقيقة الخدمة هذه لها الخبرة، ومن الخبرة ثاني لها كما قلنا عندها ما لها سبيسيال بعد. الخدمة هذه راح وما لها في الحقيقة. دوك على الشباب هذه درك هاني ياسر كما نقول احنا، كاين واحد ذاك النهار واحد قال لي اروح علمني، جاء قاعد ربعا قال لي انا نظن قبل انا في الماشينة هذه، قال لي انا رايح للربح السريع جيب بطاط من هنا نبيعهم، قال لي الصباح جايب 270 تقول لي طلعت قبل لي في 10000. هيا قلت له احنا القسم على ربي 10000 كبرنا منها وحجينا منها ودرنا منها العمره وكبرنا منها الاولاد ودرنا منها الدار، وانا فرحت ربي العالمين. حسب لي من سنه 77 من قبل لا ما يمدين بعامين وقلع، ومن بعد في العام اللي راح به بمدين بعثنا رحنا درنا تكوين، ناكلوا بلاش ونشربوا بلاش ونرقدوا بلاش، والله ناكلوا كلش من عنده. تكوننا كي جينا خدمت عند واحد زيري، خدمت عنده ما ثلاث سنين ولا اربع.
هاي واللي جيت من هذيك واللي خدمت عن هذاك مال الحانوت هذا خدمت عنده 20 سنة وهذا عندي 15 سنة وقدامها ما أعرف قد المهم أقول راه في 42 سنة ولا أقدر واليوم الحمد لله ودرك أنا مروحين أوليدي هاو دايما ربي أنا في آخر رحلة أنت عم عيسى خدمة وثيقة أنا المقصود نقصده هو ديما ديما نخدمه عنده عم عيسى يخدم خدمة متقنة وحتى يعني السمة مبلغ رمزي نقوله عيسى هذا من عرب صراحي وأنا نجي عنده نخدم عنده السروال نخدم عنده أي حاجة كيما نلقاشو نروح كثير للجياب دوك يجي يعطيني 10,000 5,000 تاع الصنصور 5,000 لي هنايا وفي مراكش نديوها بطاطا للعيون البلاصة هذي عندي واحد 4 سنين وانا فيها لهنا نخدم خياط حوالي عندي واحد 4 سنوات هلا هنا هانا تعلمنا هانا لقينا خبيزة على قدنا على كل حال خب السوق لهنا هين قابلين مارشي كوفار وهنا السوق مع الشعب وكل مع عوائل رجال شياب صغار شباب حتى من الجيش الوطني ساعة ساعة يجيبونا كومبات مقطعين كذا مدربين نعاودوهم هنا يعني نورمال فهمت والحمد لله الساعة هذه ساعة أخرى خويا عظمها عند ربي العالمين فهمت المهنة راهي من عند جد جد جدي مجاهد شهيد تعلمها جدي من عنده ولده فني مجاهد شايب بابا تعلمها من عند بيو وانا تعلمتها من عند بابا ثم راهي كما نقولوا وراثي ثم هي وراثه ثم وعندي اخويا خياط وعندي عمتي خياطه ثم راهي ماشيه السلاله هذه مش حابسه كما نقولوا عندنا والله من بك ربي ان شاء الله حتى انا لولدي ثم رانا نحافظوا عليها هذه السلاله نخيطوا كلش خيطوا القشبيه البرنوس القناد العربي السراول زيد هذه هي الدولة شوية مش مهتمة بنا أقول لك الشباب راني مخالط شباب ياسر طموح إن شاء الله وراو يسعى ما لقاش اليد برك ما واحد يدزه برك في إطار برنامج ليالي الأنس للمونولوج للفكاهة والضحك تستمر فعاليات هذا البرنامج ليمس كل من بلديات ولاية المدية تغطية الزميل حسام الدين العروسي هي أبواب جديدة للتواصل مع الجماهير فتحتها مديرية الثقافة لتقديم سلسلة من العروض الفكاهية الممتعة في مناطق كانت تعاني من نقص للفعاليات الفنية والمسرحية بالنسبة للأسابيع الأخيرة هذه اللي جات متوازية مع حضور السيدة مدير الثقافة الجديدة على مستوى ولاية المدية اللي دفعت بكل صراحة وبدون تزكية إلى حركة سريعة بالنسبة للولايات خاصة الولايات هذه البلديات اللي معروفة ببلديات الظل كنا من قبل ما نشوفوش مشاركات من نوع هذه كتقتصر على مستوى ولاية المدية قليل
وين مرات وبلكن نكونوا منعدمه جدا في بعض البلديات. نتمنى انها ايضا تمس باقي المناطق ونتمنى لكم النجاح باذن الله. استمتعنا بالامسيه هذه تاع الضحك وفرحنا بزاف لتواجد فنان كبير هنا في مدينه قصر بخاري، وهذا النوع من النشاطات نشاط نوع قليل وين نحضروه، وهذا بسبب ان مناطق هذه نوعا ما معزوله فنيا. الحمد لله شفنا مصر شفنا هذا العرض وعجبنا بزاف، وان شاء الله يتكرر في المواعيد القادمه، وعلى العائلات الحضور بقوه ان شاء الله يشرفونا في المرات القادمه. اليوم راني نزلت ضيف هنا بحطيت الرحال بمدينه قصر البخاري في عرض مونولوج شش ما تضحكش. نشكرهم على حسن الضيافه والكرم وحسن الاستقبال، كان الجمهور رائع، ادينا ساعه ونصف من الفكاهه في شش ما تضحكش، تجاوب الجمهور كان رائع يعني ما شاء الله في هذا العرض ان شاء الله الممتع ان شاء الله العقوبه ان شاء الله الفرصه واحده اخرى ان شاء الله. نزولي اليوم كان العرض من طرف دعوه من طرف مديريه الثقافه لولايه المديه بحضور هذه ليالي صيف المديه، ومشكورين ان شاء الله على الضيافه والحفاوه. شملت هذه المبادرة عروضا فنية متنوعة تتناسب مع مختلف المستويات لتقديم تجربة فريدة من نوعها بهدف تحقيق تنمية شاملة لجميع بلديات ولاية المدية. في إطار برنامج صيفيات المدية لسنة 2023 ما زالت النشاطات الثقافية لقطاع الثقافة والفنون مستمرة، وتجسيدا منا ورغبة منا في إيصال وتوزيع النشاط الثقافي عبر مختلف مناطق الولاية. اليوم نحن متواجدين ببلدية قصر البخاري حيث نظمنا هذا العرض، عرض مونولوج في إطار كما قلت صيفيات المدية، كما ترون بحضور حضور قوي للعائلات وسكان منطقة قصر البخاري الذين استحسنوا كثيرا الفكرة، وإن شاء الله هذه المبادرة ستستمر إلى وستمس عدة بلديات أخرى إلى غاية نهاية موسم الاستياف إن شاء الله. نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم.